قول لي بقى، عرفني بيك كده، عندك كام سنة اهو؟ العب. ايه الجمال ده يا عم؟ ايه الجمال ده؟ بقالك قد ايه بتشتغل في المهنة دي؟ ده انت حريف فطير. ها؟ حريف في الفطير. قول لي بقى، بقالك كام سنة بتشتغل فيه؟ سبع سنين. سبع سنين؟ ممكن تعمل كام لقمة كل يوم؟ مثلا اعمل 300 400 على حسب بقى. 300 400. بقالك بقى قد ايه في المجال هنا؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين، عشان كده بتلعب بالفطيرة. بقى بتستوي بعد قد ايه بقى؟ بتستوي بعد 10 دقايق. 10 دقايق؟ هنشوف بقى بتستوي دلوقتي. ها؟ بص الجمال. اللي عنده من ده كذاب والله، كذاب. اللي عنده من ده كذاب والله، كذاب والله. قولي بقى، الفطيره بتاخد وقت قد ايه في السوا؟ وريني كده. 5 دقايق 7 دقايق. 5 دقايق 7 دقايق. انا هنقف لغايه لما تطلع. هنا بقى ريحه السمنه باينه. ايه؟ شايفين الفطيره وهي بتطلع؟ العب. قول لي بقى، انت لازم تقلبها من بعضيها كده كل شويه، صح؟ اه طبعا، عشان الدور من تحت. طبعا يا جماعه، هنا الفطير بيطير يعني. بصوا بصوا اهو، ورينا يا عم. ايه الجمال ده؟ بكام الفطيرة؟ 15. بصوا حريف فطير، بصوا بيلعب بالفطيرة ازاي؟ بتقولي بقى، بقالك كام سنة يا معلم انت؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين شغلتك بتعمل فطير؟ اه. ايه يا عم، ايه يا عم تاني انت؟ قول لي بقى، يعني انت الشغلانه دي دخلتها ازاي؟ وبتعمل كام لقمه؟ وايه السرعه والجمال ده؟ بتعمل كام لقمه مثلا انت؟ عرفني بيك، انت بتدرس بقى ولا مش بتدرس ولا؟ لا والله ما بتدرسش. بس هي مهنتك قبل عن جدا ولا انت لسه متعلمها ولا ايه؟ اه قبل عن جدا. قبل عن جدا. معلم بتاع السنة بقى قد ايه؟ وريني 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 قبل ما تقفل. ايه ده يا عم ده؟ ايه الجمال ده يا عم؟ طبعا بقى ايه؟ شوية عسل. بالراحه بالراحه بالراحه. شويه عسل بقى على ايه؟ حته جبنه وقشطه. وشوف الجمال.
طبعا احنا بنطرح لكم افكار يعني خفيفه للعشاء. كان من شويه معانا ملك الجبنه. طبعا ملك الجبنه دوت يعني عنده حاجه عظم، تنزل السيده زينب الاكله الشعبيه. طبعا بقى الجبنه والبصل والزيتون والجرجير، وطبعا بقى البيض على السكينه، يعني حاجه ما اقولكوش. كمان بيعمل بطاطس، يعني البطاطس بتاعته عظم. هنرجع لك يا باشا. اسمك ايه قلت لي؟ اسمي فارس. ايه؟ فارس. قول لي يا فارس بقى، يعني انت اتعلمت ليه بقى بيلفوا الفطيره كده بيفضلوا يلعبوا بيها؟ عادي بقى بنلف جزر السبون والكلام ده. ايه؟ بنلف جزر السبون. إيه؟ لازم الزبون يشوفها. اه. لا هما ليه بيعملوها كده؟ ليه بيفضلوا يشيلوها ويحطوها؟ عشان تتفرد يعني، ولا عشان الخميرة، ولا عشان ايه؟ لا عشان تتفرد. ايه؟ في حاجة طلعت ولا لسه؟ طلعوا وبعتوهم. الناس هنا بقى بتحب تاخد من عندكم ايه بقى؟ حاجات نضيفة يا راجل. حاجاتكم نضيفة ها؟ وايه بقى بتجيبوا الحاجة منين؟ يعني المنطقة الشعبية ولا بتجيبوها من الأرياف ولا؟ حاجة السمنة؟ السمنة وال السمنة البلدي بنجيبها من البلد. اه. انما بقى كريستال والكلام ده بنجيبه من هنا. عندك مخروطة طبعا. على عرض بره كده تقلبها بس. اه انا هويت عادي. قلبها. كم بقى الكيلو معلم؟ كيلو ب 30. 30 جنيه؟ اه. دي بقى بتعملوها انتوا عندكم هنا؟ اه بنعملها المكنه جوه. ها؟ المكنه جوه. حاجه عظم. الاخر الكسكسي اهوت بس خلصانه ولسه بنحط على النار. اه نظيفه. اه. كسكسي على النار قدام 10 دقايق ويطلع. طبعا شايفين الجمال ده بقى. شويه لبن، شويه لبن بقى وحته زبده. وريني وريني وريني. بص بص بص. 15 جنيه دي. شوف بقى 15 جنيه دي. اه 15 جنيه مش قليل. اهو علمني مش قليل 15 جنيه. قال لي جلابه تاكل. طن دي ب 19000 النهارده. نبيعها ب 15 برضه. 15 برضه. يا قول بقى معلم، دي بقى سواء قد ايه بتاخد قد ايه وقت؟ من 5 دقايق لسبع دقايق. من 5 دقايق لسبع دقايق. حبيبي. طبعا زي ما احنا شايفين. الفطير هنا بيطير. 5 دقايق. بيطلبوا منك بقى جبنه قديمه ولا عسل ولا ايه؟ عسل ابيض وجبنه قديمه. وحته قشطه كده و ها؟ كده هي خمرانة يا معلم. اه خمرانة كده بس لسه عايز تريح شوية. تريح شوية. انت لازم تقلب كل شوية على لا هي قلبة واحدة بس. قلبة واحدة. خمسة عشر جنيه يا معلم صح؟